نداء ما فيه ال، لو في ال في النداء ندمه ازاي؟ ان نداء اسم فيه ال، موجود فيه ال، مثل الولد والفتاة، يجوز وجهان. ليه وجهين؟ عشان دي نأتي قبل المنادى بلفظ أيها مع المذكر وأيتها مع المؤنث. طيب، ويصبح المنادى هو أي وأيت، الهاء دي ضمير متصل، تمام. والاسم مبدوء بال بعدهم إذا كان مشتقا يعرب نعت مرفوع. يعني ايه مشتق؟ يعني مثلا كلمة عالم مشتقة من علم، أساس جذور الثلاث حروف دي. كاتب مشتقة من كاتبة، شارب مشتقة من شرب، ده اسمه مشتق اللي هي كاتب دي. طيب لو كان جامد، يعني جامد زي أسماء الحياة، الشمس، القمر، الليل، دي مش مشتقة، نعت أو بدل مرفوع. فخليها في نعت، هو الإعراب واسع، يعني بيقول لك مشتق يعرب نعت مرفوع بس، لكن لو جامد ممكن نقربها نعت وممكن نقربها بدل، فأنت خليك في نعت. يا أيها الولد، يا حرف الناء مبني على السكون، أيو عارف أيو بس، منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء زائدة للتنبيه، الهاء هنا زائدة للتنبيه. الولد عشان الولد دي مشتقة، هعربها نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنها مشتقة من إيه؟ ولد، يولد، ولدا. يا أيتها الفتاة، يا حرف نداء مبني على السكون، أيت منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء زائدة للتنبيه. الفتاة نعت أو بدل، ليه نعت أو بدل؟ لأن الاسم جامد، ما ينفعش أشتق منه حاجة، هو اسم غير مأخوذ من غيره. بيقول لي تأتي قبل المنادى باسم الإشارة المناسب، ويصبح اسم الإشارة المنادى والاسم المبدوء بال بعدها يعرب نعت مرفوع. لو بنادي اسم إشارة هعربه إيه؟ يا هذا الولد، يا أداة نداء حرف نداء مبني على السكون، هذا اسم إشارة مبني على الضم، هو مبني على الضم المقدر في محل نصب لأنه منادى، لأن الضم مش هيظهر عليه الألف. الولد نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. يا هذه الفتاة، يا حرف نداء مبني على السكون، هذه اسم إشارة مبني على الضم المقدر في محل نصب لأنه منادى. الفتاة نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، ده عند إعراب اسم الإشارة في النداء. قلنا أي وأيت قصد بها النداء في، فهما منادى نكرة مقصودة. أي أيت نكرة مقصودة، قصدت حد معين، أيها الشاب أو أيها الولد أو أيتها الفتاة، حد قدامي بكلمه. طيب عندما أنادي لفظ الجلالة الله عز وجل، نضع أداة النداء قبل لفظ الجلالة وتصبح يا الله، الهمزة بتاع الله سبحانه وتعالى بتبقى همزة قطف. طيب ده لو هحط أداة النداء، أما لو هحذف أداة النداء هعوض عنها بميم مشددة، أقول اللهم كده بدعي برضه. إذا قصد نداءه فهو علم مفرد، إذا قصدت نداء الله عز وجل فهو علم، نوعه علم مفرد. طيب. قال تعالى يا أيها المدثر، يا حرف نداء مبني على السكون، أي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء زائدة للتنبيه. المدثر نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليه نعت مرفوع؟ لأنه مشتق. يا هذا الشاب، يا أداة نداء وهذا اسم إشارة مبني على الضم المقدر، والشاب نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. اللهم، اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب وهو والميم مشددة، عوضا عن أداة النداء المحذوفة. الميم مشددة إيه؟ عوضا عن أداة النداء المحذوفة. اغفر فعل أمر غرض الدعاء، لنا أنت، لنا الفعل ده مستقدره أنت، لنا كده. نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.